Page 47, 47, Around the World in 80 Days is a classical adventure novel by the French author Jules Verne in 1873. قول لي حول العالم في 80 يوم، ودي بتكون رواية مغامرة كلاسيكية حول العالم للكاتب الفرنسي اسمه جول فيرن، صدرت في 1873. In the novel، في هذه الرواية، a rich British man, Villiers Fogg, and his French servant Passepartout tried to travel around the world in 80 days to 120 pounds. يعني بيقول لي حول العالم، دي رواية كلاسيكية، كاتب فرنسي اسمه جول فيرن، صدرت في 1873. وحاول الراجل البريطاني الغني ده والخادم الفرنسي بتاعه باسبورتو ده السفر حول العالم في ايه؟ في 80 يوم عشان يفوزوا ب 20,000 ايه؟ 20,000 جنيه استرليني. فوق ده اخذ التحدي، took the challenge. They left from London by train at 8:45 p.m. وغادر لندن بالقطار في 8:45 in October 2nd، في الثاني من ايه؟ اكتوبر، in order to win the wager. كمان من أجل الفوز بالرهان، فوج هاد تو ريتيرن تو ذا كلوب باي ذيس اور. وكمان إن هو اضطر فوج ده العودة إلى النادي من أجل في هذه الساعة، في 21 in December 21 first، في 21 من ديسمبر. 80 days later، بعد 80 يوم، in Egypt في مصر، فوج was mistaken for a bank robber by Scotland detective فيكس. بقول لي ان في مصر طبعا اخطاء المحقق الاسكتلندي فيكس ده فوق بان سرق منه سرق البنك. بعد كده during او هو فيكس يعني and he followed فوق، فيكس ده تتبع فوق في each step، في كل خطوه of the journey، من الرحله. during their journey، خلال رحلتهم، they met a woman called عوده، تقابلوا مع سيده اسمها عوده. they had frustrating، وبعد ما تقابلوا مع خلال التقوا بالسيدة عودة دي، واجهتهم مواجهة طبعا ايه exciting and مثيرة ومحبطة، احيانا كمان تكون كانت خطيرة. encounters اللي هي طبعا يواجه مواجهة خطيرة، that threaten to prevent them from completing the trip on time. وكمان احيانا كانت خطيرة تهددهم بالايه، هنا كلمة threaten دي معناها ايه؟ تهدد. to prevent، لمنعهم، to prevent them from the completing، من اكمال the trip، الرحلة on time، في الوقت المحدد. finally، في النهاية، he just arrived in time the meet his deadline and won the wager. وفي الموعد المحدد اخيرا وصل في الوقت المناسب للوفاء بالايه؟ بالوعد، او وفاء بالايه؟ بالنهائي، وفاز بالرهان. فاز ذا وان ويجر، فاز بالرهان. هي سبنت اولموست 19,000 اوف هيز ترافل موني ديورينج ذا جيرني. كمان هو انفق ما يقرب من 19,000 جنيه استرليني من امواله خلال سفره في هذه الايه؟ هذه الرحله. هي ديفايدد ذا ريميندر بتوين باسبورتو اند فيكس، وبعدين قسم الباقي بين باسبورتو وفيكس. And married، وتزوج عودة، سيدة عودة. The novel is one of the Verne's greatest work. والرواية دي كانت واحدة من أعظم أعمال فيرن. Answer the following questions. السؤال الأول، Who wrote the story around the world in 80 days؟ من كتب الرواية اللي هي حوالي إيه؟ اللي هي حوالي 80 يوما حول العالم. طبعا اسمه إيه؟ The French author Jules Verne. يبقى هنا مين كتب قصة حول العالم في 80 يوم؟ هو اسمه ايه؟ ذا فرنش، اللي هو الكاتب الفرنسي او المؤلف الفرنسي، جولز فيرن، اللي هو ايه؟ جولز فيرن. بعد كده السؤال نمبر 2، وات ذا اندرلاين برونون هي ريفيرز تو، تشير ايه؟ الى ماذا يشير الضمير هو ده؟ ات هي ريفيرز تو سكوتلاند ديتكتيف فيكس، يشير الى الايه؟ المحقق الاسكتلندي فيكس، اللي هو اخطا في ايه؟ في تقديره. السؤال نمبر 3، وات هابين تو عوده to the end، ماذا حدث للسيدة عودة في النهاية؟ طبعا فيليس فوغ ده married عودة، تزوج ايه؟ السيدة ايه؟ عودة. بعد كده شو ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي، فيكس اور ان سبيس، طبعا ديتكتيف اللي هو مين؟ المحقق. بعد كده السؤال نمبر 2، فوغ ميد ذا جيرني، عمل الرحلة ديت بيكوز هي لايك، لانه حب طبعا بيحب الايه؟ المغامرة، ادفنشر. سؤال نمبر 6، فوق جات، حصل طبعا على القليل من المال، لانه انفق طبعا 19,000 وهو كسب 20,000 يعني.
يبقى هنا فوق got little money after the journey and he and its experience. يبقى هنا عندي تاني فوق حصل على قليل المال money after the journey and its expenses عسرا اللي هي المال بعد الرحلة ونفقاتها. يبقى حصل على ايه القليل من المال بعد الرحلة وايه its expenses. expenses دي معناها النفقات عذرا نفقات الرحلة. يبقى هو حصل على المال بعد الرحلة ونفقاتها.